فكل هذا الحسن والبهاء. الجليلة بنت مر، يحق لك أن تشترطي وتأمري. لم أشترط ولم آمر، كل ما هنالك أنني أردت المجيء وسط ما أستحق من حفاوة وتقدير. أحب النساء إلي النساء القويات. لم أكن أقبل أن آتي بغير جهازي الفخيم الذي يليق برجل عظيم كالتبع. لقد اشتقت كثيرا لرؤياك. الطريقة التي بعثت تطلبني بها جعلت الريب تتسرب إلى نفسي. قلت سآتي ولن أجد احتفالا في انتظاري. إنني أقدر الجمال حق قدره. هذه ليلتك وكل ما تأمرين به مجاب. أريد لصناديق عرسي ولفرقة العازفين ولمهرجي الأثير إلى نفسي أن يكونوا إلى جوار مخدعي تسر بهم جميعا في ليلة عرسي. لك ما أردت. سيدي التبع، ماذا تريد؟ ليسمح لي سيدي قبل أن تنقل الصناديق إلى الداخل بتفتيشها ورؤية ما فيها. حفاظا على سلامته. إنها أشياء الخاصة، لا أسمح لأحد أن يرى محتوياتها. وهل الرجال القابعون في قيعان الصناديق من أشيائك الخاصة التي لا يجدر بأحد أن يراها؟ رجال في قيعان الصناديق؟ بكل تأكيد يا سيدي، الحلي والضمقص من أعلى والرجال يقبعون بأسلحتهم في قيعان سفلية. متأكد من هذا؟ التفتيش يجعلني مع سيدي أكثر تأكدا. لو صح ما قال لفعلت الأعاجيب بكل مغرور. عن نفسي أرى في تفتيشي إهانة ثقيلة لن تكفيها الجليلة. ستكون هذه الصناديق إلى جوار مخدعي لأسعد بما فيها، فهل لي أن أرى ما سيدخل السرور على قلبي؟ ليتقدم رجالي وليقلبوا الصناديق وليفتشوا القيعان بحثا عن الجبناء الذين جاءوا لقتل سيد التبع. Ha ha ha!
هل أستطيع أن أعبر لك عن بالغ أسفي؟ هذا الرجل لا أريد أن أراه مرة أخرى، إنه يفسد علي سعادتي. لك ما أردت. أين الرجال؟ إنك تبتسم بينما القلق يلفني. اطمئني يا سيدتي، اطمئني. لك سعيدة بالحفاوة التي لقيتها في ليلة عرسك. سعيدة، ولكن هل انتهت الليلة عند هذا الحد؟ كيف؟ من قال إنها انتهت؟ ما جئنا إلى هنا إلا لنكمل ليلتنا. لم أقصد هذا. ماذا تقصدين؟ قصدت أنك لم تتلقى هديتي بعد، وهي هدية خاصة بك وحدك. سأتلقاها. إلي، إلي يا هديتي الرائعة التي تخصني أنا وحدي. مهرجي. مهرجك؟ أجل، فبدونه لن أستطيع أن أقدم لك هديتي. لا، استدعه وستفهم. في الأيام المقبلة متسع الكثير، لا أريد أحدا بيننا الليلة. ولكنها هديتي، ألا تريد أن تعرفها؟ لا أعهد بك هذا. لك ما أردت. إلي بمهرج الجليلة. تقدم ولا تخف. هل أحضرت مزمارك يا مهرجي؟ وهل يستغني مهرج عن مزماري يا سيدتي؟ ما الذي سنفعله بالمزامير في هذه الليلة؟ المزامير تعزف والجليلة ترقص وتغني. ترقصين وتغني؟ هذه هي هديتي لك. أجمل هدية من أجمل النساء. كلي آذان. هدية الجليلة لك وحدك يا سيدي. فهمت. تريدين ألا يسمعك ولا يراك أحد غيرك. الحراس يجب أن يقفوا على مبعده. والموسيقيون أيضا. لا يا سيدي، لا، الموسيقيون، لا يا سيدي، الموسيقيون يستطيعون أن يجلسوا خلف الأبواب. هي يا سيدي كي تغني الجليلة كما يحلو لها. لماذا؟ أليسوا رجالا أيضا؟ لهم عيون وأذان؟ أجل يا سيدي رجال، ولكن أصوات آلاتهم الموسيقية لن تصل إلينا هنا، كما أن صوت
صوت سيدنا يستطيع أن يصل إليه، نحن فقط ولا يصل إليه. حسنا، ليبقى الموسيقيون على مبعدة أيضا بحيث تصلنا موسيقاهم. سأرتب هذا الأمر بنفسي يا سيد. انتظر. لم يعد بوسعي الانتظار. سيجعلك غنائي أكثر لهفة إلي. لست بحاجة إلى المزيد يا جميلتي. اخرج يا هذا، لا مكان لك هنا. مكاني هنا ايها الخسيس. من انت؟ كليب بن ربيعه. كليب، قتلت ابي حيله وغدرا، لكنني لن احرمك حق الدفاع عن نفسك. خيانة! خيانة! اصرخ ما شئت!
لن يسمعها أحد. خيانة! خيانة تعرفها أنت، تستمرها أنت، وستذوق طعم نتائجها. دافع عن نفسك. سأقتلك وأمزق جسدها إربا إربا. الثأر في القلب الطائي، إنه يقوى وينمو كالحنين، إنه ينمو فيلتهم الأسرة والكرى والحلم في كل الجفون. لا تريح الثأر إلا خطوة يخطو بها فوق المعاند بالمنون، لا تريح الثأر إلا خطوة يخطو بها فوق المعاند بالمنون، لا يريح الثأر إلا خطوة يخطو بها فوق المعاند بالمنون. استرجعنا القصر وقضينا على قوات التبع. هوركتم جميعا. أين النعمان؟ فالخطط القادمة من صنعي. إن أسرا لا يبين له. يزيد بن علام، يزيد بن علام، هل منكم من قتله؟ هل استطاع النجاة مرة أخرى؟ يزيد، يزيد بن علام، هل قائد جيش التبع بالنيابة موجود؟ تفضل يا يزيد. هل أعددت عودتك كما سبق أن أمرتك في الصباح؟ القوة على أتم استعداد ومجهزة تماما. لقد ظهرت الخدعة التي انتظرت. هيا برجالك داهموا المكان، لعلهم في الداخل يتصورون أنهم قد نجحوا بأعدادهم القليلة. هيا يا رجل، لا تضع وقتا، التبع في خطر. اقتل كل من تجده منهم وبعد ذلك نستطلع الأخبار. إنني أنا يزيد بن علام، إن كان هو النعمان. لابد أن يزيد الهارب يعد الآن خطة جديدة. فرصته كبيرة، فإن رجالنا بعددهم القليل لا يستطيعون في سهولة السيطرة على هذا المكان الكبير، كما أن حراس التبع الكثيرين منتشرون في كل شبر من أماكنه. لقد حذرنا النعمان من إفلات يزيد، فهو إن أفلت اتصل بجيوش التبع خارج دمشق، وتدهمنا وتدهم دمشق كلها قبل أن يتمكن النعمان من تنفيذ خطته كاملة. لا أدري كيف استطاع الهرب، إن سالما لم يكن يريد أحدا غيره. إنه داهية، كاد يودي بنا جميعا لولا أن النعمان فطن في نهاية الأمر إلى العيون التي كانت مبثوثة على قافلتنا، فأخرج الرجال من الصناديق، وها هو ذا يهددنا مرة أخرى. لن يكون له هذا، لن يكون. إنني متأكدة من هذا الأمر، وعلينا أن نبذل أقصى ما في طاقتنا للقضاء عليه، للقضاء على الغرور والخسة والطمع. سيتم لنا ذلك، سيتم، وإذا لم يتم فحسبي أنني استطعت الانتقام لأبي، وحسبي أنني منعت سارقيك من أخذك. حسبي هذا، إن أي مكروه يحدث بعد الآن لا يعد مكروها، كان المكروه أن ينعم قاتل أبي وسارق حبيبتي. لقد تأخر النعمان عن المجيء، تأخره يكاد يودي بنا. لقد وعدنا بوصول حراس عمي ربيعة ورجال آخرين للسيطرة على الموقف. أرى أن نفكر في هذا الأمر الآن. يمكن أن يبقى الليث في شرك
في انتظار الصياد المقتنس. لقد نجحوا في القضاء على كل منافس. يا ليتهم الآن استطاعوا قتل التبع وكل رجاله. كل هذا الجيش يصبح لي الآن بعد أن أقضي عليهم جميعا. من أين لي أن أعلم الخبر اليقين عن مصير التبع؟ أنت أيها النائب، هل استبدلوك بسلحفاة؟ عجل يا رجل عجل. قل لي، ما الوقت الذي كان يحتاج إليه لو لم يكن كل شيء على أهبة الاستعداد؟ لابد من سحقهم قبل أن يصلوا إلى السكان في دمشق. تم تجهيز كل شيء، لم نضع وقتا ثمينا، لابد أن التبع سيصر بذلك. هذا إذا كان حيا، لعله يفقد حياته الآن. سأمضي في التو واللحظة. هل الخطة كلها معك؟ الخطة والرجال، لقد أحسنت تلقينهم إياها بكل تفاصيلها قادة وجنودا. ما الذي تنتظره إذن؟ عجل عجل أيها الرجل السلحفاة، وإلا ضاع كل شيء. هيا هيا يا رجال. بل انتظر يا سيدي. فيما جئت يا ثعيلب؟ جئت مبعوثا من سيد التبع. التبع؟ من التبع؟ نعم، من سيد التبع، وقد أرسل معي كتابا موجها إليك أنت نائب قائد الجيوش. كتاب لي؟ كتاب له؟ اقرأه يا ثعيلب. من التبع حسان إلى طليحة نائب قائد الجيوش. نجونا من محاولة غادرة قام بها أبناء ربيعة ومرة آملين في القضاء علينا، وتمت السيطرة الكاملة لنا على الموقف في الداخل. نحن لا نعلم أبعاد هذه الخطة، وعليكم باتخاذ كل لوازم الحيطة والانتباه الشديد والحرص. ولقد جرح خراق قائد الجيوش جرحا بليغا أثناء مقاومته الباسلة في الدفاع عنا، وكذلك نائبه عتبة بن المستند. نعلمكم بهذا وبأوامرنا الآتية. أولا، يصير تعيينكم قائدا عاما للجيوش من ساعة وصول كتابي هذا. ثانيا، على قائد الجيوش إعداد العدة وجمع القادة للالتقاء بي في حجرتي في أسرع وقت، حتى يمكن لجيشنا تحت قيادته الانتقام من الخونة وأتباعهم وكل من ساندهم انتقاما رهيبا، وفرض السيطرة على كل نواحي هذه الأرض. إذن لم يقتل التبع؟ نعم يا سيدي، لم يقتل، لقد نجا من الخيانة الدنية. أتقول الحقيقة يا ثعيلب؟ وما الذي يمنعني من القول بها؟ هذا هو خاتم التبع. من السهل الحصول على خاتمه إذا ما قتل. لكن لهجته المعروفة واضحة في الكتاب، وأعلم أنه يحتفظ بخاتمه في مكان لا يعلم به أحد غيره. إن احتمال الخديعة قائم في هذا الكتاب. أرى أن ترسل مبعوثا من رجالك يستطلع الأمر. أرسل مبعوثا؟ إن هذا يعطلني عن تنفيذ أوامر التبع، إن هذا يزيح رأسي عن جسدي. إذن اذهب بقوتك كاملة. أذهب بالقوة؟ أقتحم المكان بالجنود على التبع؟ ما هدفك يا يزيد؟ ألا يعجبك منظر رأسي على جسدي؟ أرى في الأمر خدعة، لا يمكن أن ينجو التبع بهذه البساطة، وقد رأيت بعيني التدبير وقد بدأ في حجرته. لابد أنه كان أول ضحاياه. قل الحقيقة يا ثعيلب. الحقيقة أن التبع قد قتل كليبا، أما الحرس المنتشر في الحدائق فقد أجهز على بقية المهاجمين. أحقا ما تقول؟ لا أعلم ما الذي يجعل سيدي مستريبا في كل ما أقول إلى هذا الحد. إذن فقد عينت قائدا للجيوش،
تحققت أحلامي وطموحاتي، لن أتأخر في جمع القادة لنجتمع بسيد التبع. إن مسؤوليات خطيرة تنتظرني، إن خطة الانتقام ستناط بي، ستوضع بأكملها على كاهلي. لا تخف، سأذهب بأسلحتي مع القادة وآخذ معي من يتأخر عني، فإذا حدث مكروه أعطي الإشارة للقوة المستعدة كي تهاجم، ومن بعدها الرجال كلهم. اذهب اذهب. وأنا هل أذهب أم يجدر بي أن أنتظر؟ أنتظر حتى أستبين. إذا تأخرت في الذهاب وكان التبع قد قتل نجوت، أما إذا كان حيا فإن هذا سيقلل مكانتي لدي. أي حيرة تلك، ماذا أفعل؟ هل تضمن لي حياتي؟ ومن غيري يستطيع ذلك؟ إذن لا تذهب، لا تذهب يا سيدي. أفصح عن مرامك يا ثعيلب، تقلبك لا يثير الطمأنينة في نفسي. لقد اضطررت كي أنقذ رقبتي ورقبتك أيضا أن أمثل هذا الدور، والآن جاء دورك أنت لتكمل ما بدأته أنا. ظللت أعلمك الرماية يا ثعيلب حتى كدت تسبقني، ولكن حذاري يا ثعيلب، حذارك. سيدي لقد قتل التبع. انطلت عليهم الحيلة، رجالات التبع المحاصرون لنا جميعهم الآن في الغرفة المجاورة ينتظرون أن ترى في أمرهم أمرا. لقد أحسنت في كل الأمور، فما رأيك أنت في أمرهم؟ الأمر الآن لك وحدك، والرأي والمشورة للمخلصين. إنني أترك الأمر برمته لك، فأنت صاحب حيلة الصناديق، وأنت صاحب التعديل الذي أنقذ أعناقنا، وأنت الذي حصل على خاتم التبع، واستطعت إقناع ثعيلب بخيانة يزيد والسير بخطاب التبع المغرور إلى رجالاته. ثم أنت الذي جئتنا بالرجال تنهمر علينا من كل صوب حتى صرنا بهم في أمان. إنما تصورناه على الإطلاق مستحيلا تم على يديك كأبدع ما يكون. لكن الفضل كل الفضل للرجال الأبطال الذين نفذوا الحيلة غير عابئين بالخطر الداهم، والذين سيطروا على المكان رغم كثرة الحراس فيه. والرجل الذي قتل التبع، إن مرة وربيعة قد أنجب رجالا ينتزعون الإعجاب انتزاعا من كل النفوس. لك الشكر على كل ما فعلت وعلى كل ما قلت. الآن قد تم نجاحنا. الخائن الحقير لم يقع في أيدينا، لقد نجا، نجا. يزيد بن علام، هل نسيتموه؟ مرحبا، مرحبا بالرجل، رجل عظيم قبل الأوان. يزيد بن علام لم يقع في أيدينا. النجاح الكامل أمر بعيد المنال، وها أنت ترى الآن أننا لا، لن نجح على الإطلاق إذا فر يزيد. ولهذا لم نعلن شيئا على الملأ، آملين في أن يقع بأيدينا. هل تعلمون بمكانه؟ آخر رجل رآه وجاءنا مخبرا قال إنه في خيمة قائد جيش التبع. ألم يزل هناك؟ هذا لا يمكن التأكد منه. إذن من الممكن أن يكون قد فر. كان الأجدر بأخي كليب أن يدخل متسللا معي، وبدلا من بتر زراع يزيد كنا قتلناه مع التبع. إن الحيلة التي اخترتم مضيعة للكرامة، وها هي ذي قد أضاعت الثأر. لا تقل مضيعة للكرامة، لقد أخذنا بها الثأر.
لم يقتل يزيد بعد؟ ذلك لأنكم دخلتم في ظل امرأة. أليس الخداع بامرأة مضيعا للكرامة؟ ها؟ ألم يخدع التبع أباك بيزيد؟ وأنت خدعتم التبع بامرأة. ما هذا الكلام؟ ماذا تقول يا سالم؟ ستقابل يزيد يوما وستقتص منه الاقتصاص الذي تريد. كان الأمر مخجلا، وكان اشتراكي معكم مخجلا أيضا، لكني أفقت. إلى أين يا سالم؟ إن في خروجك من هنا خطورة عظيمة. إن الذين يخشون الخطورة يمشون محتمين بالنساء. هذا الفتى لا يعرف غير الحدة والتهور. إنه أخي الحبيب. خير الرجال مأسورين بين الطاعة والولاء لنا أو القتل. إن سلموا وقبلوا أبقيناهم معنا حتى تتم لنا السيطرة النهائية على الأرض، وحتى تنتظم الأمور كافة. بعد ذلك يمكن أن نطلقهم، إذ لا خوف من إطلاقهم. والآن دعوني، فإن القلب يتمزق قلقا على الأخ الحبيب. إن أمر يزيد هذا يحيرني. وفيما حيرتك؟ لقد سمعته يتكلم مع تابعه ثعيلب عن تدبير خطة لهروبهما. ولماذا لم تبلغ القائد حتى يخطر التبع؟ إنني وقبل أن أفيق إلى نفسي مما سمعت، وجدت الرجلين وهما يتسابقان مع الريح على جواديهما. لابد وأن في الأمر خيانة. هذا الفتى الطائش الأحمق لقد تخطى كل حد وتطاول حتى لم يترك مكانة لأحد. أرى أنك تبالغ يا جساس. أبالغ؟ أخي لا يبالغ، إنه يقول الحق. إن سالما يرى في أفعالنا ما يوجب الخجل. إنه بعد صغير، ولا تنسى أنه تلقى الصدمة كاملة، وهو يرى أباه يقتل على يد التبع ويزيد. ولعل نجاة يزيد واستطاعته الهرب هي السبب في حدته معنا وأمامنا. وكلي والنعمان الذي اختصه بالأمر كله وحده. لقد نادى به الناس خلفا لأبيه. أسبوع مضى ولم ينقطع الوافدون ينادون به سيدا. الناس يحركهم النعمان، بل يحركهم حبهم لربيعة ولابنه من بعده، ابنه الذي أخذ لهم بثأر من أحبوه. أنت ذي تقولينها، أخذ بالثأر، فعل كل شيء. إن حبك له أعمى عينيك، فلم تعودي ترين لإخواتك فضلا. إنك منهم، أجل منهم، لست منا. أنت وهمام الذي ترك كل شيء ومضى إلى مكان لا نعلمه. هنيئا لقليب قلب الجليلة الذي أضاع الإخوة وأهداه كل شيء. أخاف عليكم من الخلاف والفرقة، إن شرا يوسوس لكم ألا تجتمعوا أبدا. ليرى كل منا أين تختبئ مصلحته. الفرح والفرقة على الأبواب، أي حزن يراد بالجليلة، أي ضياع. انقسم السيف إلى أجزاء لم يبقى حد فيه،
ولكن أجلاب. قتلوا التبع، قتلوا أخي، أضاعوا كرامته ومن بعد حياته. لا يحق لأي منكم أن يرفع رأسه بعد الآن، لا يحق له. العار يغطي هاماتكم، يقبض على سيوفكم، يذيبها فتصير هباء. قتلوا أخي، قتلوا خالك. تجلس عاقدا يديك على بطنك. النساء ولهن طأر، لا يجلسن جلستك هذه. وماذا تريدين أن أفعل؟ تسأل، تسأل عن الواجب فعله. وقد قتل خالك، لقد أضاعوا كرامته ومن بعد حياته. أسألك يا أماه. لا تقلها، لا تقلها. إن الذي يتنافى الثأر لأخي ويسأل عما يجب أن يفعل، لا يحق أن يقول لي يا أماه، لا يحق له. لقد أضاع جيوشه وجيوش حلفائه وجيشي. إن تكوين جيش يقتضي زمنا، ولقد أفرغ كل الخزائن والمخازن لمهمته. سينقضي وقت لكي نستطيع جمع المال وحاجيات الرجال. سينقضي وقت، سينقضي وقت. كفى، لا تكمل. كفاك عقلا وحكمة، كفاك. أنا قابل للثأر، لكن للثأر عدة يجب أن تكتمل. لم أسمعك، لم أسمع منك كلمة. لست ابني، صوتك لم يعد يخترق أذني. إن الحقد في قلبي عليك يجعل على أذني سدادا يمنعني من سماع صوتك. صوتك الذي كنت أسمعه من قبل بشغاف القلب، أهيذ الأذن تعجز اليوم عن سماعه. إننا عاجزون عن إعداد المطلوب في زمن قصير يا أمي. لا يا أخي، لن تعجز أختك سعاد. نم مطمئنا يا أخي، لن أعجز حيث عجز الرجال. نم مطمئنا يا أخي، سيفعل المكر ما فشلت الجيوش في فعله، لأنني أمكر العرب والأعاجم. نعم، جاء وقت المكر والخديعة لأنتقم لأخي، لأنتقمن لأخي. أعد راحلتي فسأمضي وحدي. لا تبكي اليمامة، اليمامة ابنتي لا تبكي. أريد أن أبقى إلى جوارك، فلا تبكي عيناك أبدا. أبقاك الرب ولا أبكاها، ووهبنا أخا لها على أبدع صورة، شديدا معافى، ليثا كأبي. لا أنتظر الولد، أحب اليمامة. أحب من تنجب الجليل. أقيت لليمامة وللجليل. من كان يصدق؟ لقد تتابعت الخطوب حتى يئست من وجود مخرج لنا، ثم انقشعت الغمامة فنسينا أن السماء كانت ملبدة بالغيوم. جليلة، هل يضايقك أمر من الأمور؟ لا ضيق وأنت بجانبي. يخالجني شعور بأن حزنا عميقا قد دفن حيا في نفسك، حزن دفين لا تخرجينه، فلا يفتك بسعادة غير سعادتك. يهمني أن تبقى سعادتك بلا فاتك. سعادتي؟ هل يمكن أن أشعر بالسعادة وأنا أحس بالحزن دفينا في نفسك؟ سالم، أليس كذلك؟ سالم وإخوتي. سالم يجرحك بكلامه، خصوصا وإنه يقول دائما إن زيجة كزيجتنا لا تنجب إلا إناثا. لكن ألا يكفيك أني أحب اليمامة أكثر من أي شيء آخر؟ إنك تحب كل شيء. إخوتك، لقد قلت إخوتك.
ألم يكفيهم ما اقتطعته لهم من أراضي شاسعة؟ لا، أنا لم أقل هذا. أهم غاضبون؟ إن كبرياءه لا يقف عند حد. نسي من صنعوه، وأخوه سالم لا حد لتطاوله. إنه لا ينفك يصرح للجميع بأنني لا أصلح لأي شيء، ويمعن في إزاء الجليلة بكلامه الحاقد. ويدعي كليب أن السبب هو حزنه على إفلات يزيد من قبضته. إن كليبا رجل طيب القلب، لكنه لا يقبل أن يتدخل أحد في أموره ولا بينه وبين أخيه. طيب القلب، أنت طيب القلب إذ تقول هذا. لقد زاد في مكاننا وقلل من مكاناتنا. أهلا يا جساس، تفضل. ماذا فعلت بمن جاء إليك شاكيا مني؟ أرضيته، بل قل شجعته على السخط علي. كيف؟ ما دمت أنت ترضيه وأنا أغضبه، فلا قيمة لغضبي ولا لإغضابي بعد اليوم. لا دخل لك بهذا الأمر، لقد تمادى رجالك في الإساءة إلي، وجاءني شاكيا لأنك لا تنصر أحدا على رجالك. أنا لا أنصر أحدا على رجالي حتى لا تضيع هيبتهم. الحق هو الهيبة التي لا قبلها ولا بعدها. وأنت ترى أني أجافيه، ها؟ أنت تثق برجالك ولا تسمع لأحد غيرهم. تريد أن تقول إنني لا أصلح لأن... لن أقولها، فأنا أعرفك، وكما أحتاج إليك فأنت تحتاج إلي في بعض الأمور. إنك تحتاج إلي لأحذرك من خطأ فاحش تقع فيه. أي خطأ؟ أن تكون هكذا بلا سيف ولا حراسة؟ لا حاجة بي إلى السيف ولا إلى الحراسة. أني أتمتع بحب الناس وأعيش بين خاصتي وأهلي. وإذا دخل عليك أحد مخفيا سلاحه فكيف ترده؟ أنت ترد؟ وإن كان من يريد قتلك وأنا؟ ألا ترى أنك قد أضعت نفسك لثقة زائدة في النفس؟ تريد قتله؟ لا تقتل! دع يا سالم! كان يريد قتلك! لا 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 لا، لقد أخطأت الفهم. إنني كنت أحذره، أقصد أن يكون هكذا بلا حراسة، فلكل حاكم من يغضب منه أو عليه، حتى الحاكم العادل يغضب منه الظالمون. قد حذرته منك أكثر من مرة ولكنه لم يستجب، ولكنه هذه المرة لن يصدقك بعد اليوم. إني أصدقه يا سالم. بعد كل ما كان؟ لا أستطيع تكذيبه، وهو أخو الجليل. يخدعونك في كل مرة، وفي كل مرة تصفو وتدعي عدم الفهم. لقد سيطرت عليك الجليلة واحتلت داخلك تماما. دعه يا سالم، لا تقتله، إني أصدقه. لا تسيء الظن به ولا بالجليل. وهل سأقضي عمري كله متخفيا وراءك لأحميك من غدرهم؟ لا حاجة بك إلى ذلك. لو لم أكن هنا لقتلت. هل أقضي حياتي قلقا عليك وأنت لا تدري؟ لا تقلق، لا
قتل ولا قتال بين أبناء العموم. فلتهنأ بهم، سأذهب ولن تراني، أنت لهم وهم لك. نحي له الزائفة تنطلي عليك.